واش لا فامي مساء النور عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو. مهم هذا ثاني فيديو في لي كونساي ان شاء الله اللي حاولت انني كنطلق من التجربه نتاعي كشخصيه، التجربه نتاعي، وكنحاول نبارطاجي معكم الاخطاء والايجابيات ديالو، لان من الايجابيات ديالو هو انك ما تحاول ما تكررش الخطا بكل سهوله، وتحاول هاد المهم ماكس داك تنقولوا حنا مينيموم انك حاول تتفادى التكرار الاخطاء، واخا حنا كنكرروها ماشي مشكل. المهم هي تجربه فقط، ونحاول نستافدوا منها ونبارطاجيو، كان كنبارطاجي معكم دابا ليكسبيريونس نتاعي. كما تشوف لي العنوان ديال الفيديو هي كيفاش او معاناه ديال الطالب مع السطاج. هي صراحه معاناه اللي كتدخلك في واحد الدوامه اللي فريمون ما تبغيها حتى واحد، لانك ملي ما كتلقى السطاج راه هو راه ضروري، فهمتي؟ هو راه كيحطك في واحد الموقف اللي فريمون خاصك تلقاه، فهمتي؟ وملي ما كتلقاش راه واحد الاحساس ما مغير حتى واحد يعيشو. دونك في هذا الفيديو غنحاول انني نبارطاجي معكم الاسباب. اول حاجه علاش ما كان على شكون هما الاسباب، لان كاينين اسباب صراحه اللي كيدخلوا فاش انا كنلقى السطاج، ومن بين هاد الاسباب الطريقه. انا المهم في هذا الفيديو غنحاول نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش انا كنتقلب في السطاج، وسيرت الناس لي زيترونجي اللي راه كاينين في برا. ونصيحه اللي كتشوف هذا الفيديو، الا عندك شي موقع لانه يقدر تفيدنا به، ما عليك انك تحطو في الكومنتير. وبطبيعه الحال راه الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو راه غيهودوا حتى هما يشوفوا في الكومنتير، منها تفيد تفيدني انا، لان مازال الحمد لله مازال غنعاني ومازال كنعاني، وتفيد المشاهد اللي غيشوف هذا الفيديو. المهم بلا ما غنطول عليكم، نخليكم دابا مع هذا الانترو ونطرقوا الاسباب ديال انك ما غتلقاش السطاج. المهم كي قلت لكم نطرق لكم الاسباب، اش نقول لكم الاسباب؟ الاسباب تتعدد، سيرتو في الوقيته ديال كورونا. نهضروا كلير في الوقيته ديال كورونا، لي ستاج كيقلوا، والله كيقلوا، ما كيبقاوش يبوستو لعباد الله. كيفاش؟ لان لي لابو باغ اكزومبل بالنسبه للفيزيك، ولا بالنسبه لصحاب ليكونومي اللي كيبغي يدفعوا لشي اجونس، ولا المهم شي بيرو ديالهم، داكشي ديال ديال ليكونومي ولا شي تقريبا بحال هكا، كينقصوا العدد ديال الطلبه اللي كياخذوا. كيفاش؟ لان في كورونا لاجونس تكون خدامه، ولكن باغ اكزومبل لي لابو كيكونوا كانوا خدامين في كورونا، وكانوا ستاجرز في كورونا ماشي ما كانوش، مي لي لابو اللي كانوا كياخذوا 3 و4 الناس بقاو كياخذوا واحد. دونك غير هادشي كيجعلك تضد. هذا نقدر نعتبرو من بين الاسباب اللي كانوا اللي تيكونوا رئيسيا، وهادو من بين الاكفس الحوايج اللي دوزاتهم كورونا على الطلبه. صراحه ما نبغي حتى واحد يدوز ديك اللحظات، وحتى القريه في كورونا راه ماشي القريه من غير كورونا، حتى هادي راه لحظات اللي خايبه خايبه خايبه. واكبر دليل هو العام ديال كورونا ماشي هو العام ديال ماشي بحال هذا العام. صراحه تيكون العام ما كتكونش كورونا كيكون الشخص موتيفي، وكيكون بزاف الحوايج. هذا نقدر نعتبر هذا سبب لما شي يجعلش بنادم يلقى السطاج. ثاني سبب هو اننا كنستهترو، ما كنعطيوش لك السطاج قيمه. هو راه في الاصل عنده قيمه، ولكن حنا الطلبه ما كنعطيوش قيمه. علاش؟ كيفاش ما كنعطيوش قيمه؟ هو اننا كنتاخروا على الدفع، ما كندفعو حتى تيقول لنا انت عندك السطاج في شهر 3، وانت ما كتقلب حتى شهر 2. دونك شنو؟ دونك ما كيبقاوش اصلا السطاج في شهر 3 او في شهر 2، وكاين ما كيبقاوش. دونك نصيحه، عندك السطاج في شهر 3 ولا في شهر 4 ولا في شهر 5، مينيموم غتبدا تقلب ملي غتدخل القرايه. في شهر 9 ولا شهر 10 غتبدا تقلب، غيكون عندك 10 او 11 12، فهمتي؟ ثاني حاجه تقدر يطيح لك واحد البلاد انك تقول انني بديت تقلب في شهر 10 وكندفع، مي الميثود اللي ايفيكاس باش انك مينيمو انك دوز اونتروتيان ما كاينش. المهم في هذا الفيديو غنحاول نبارطاجي معكم دي سيت اللي نقدر نعتبرهم مزيانين، ويقدروا انهم يسهلوا الطريقه بكل زعما، يقدروا يسهلوا عليك الطريقه كما سهلوا علينا، كما سهلوا عليا انا، وسهلوا على مجموعه من الطلبه. المهم في هذا المهم تنعيا مثلا نقلب هكا
غير كيفاش الطريقه اللي افيكاس ما لقيتش باش ما نكذبش عليكم. لهذا انا قررت ندير هذا الفيديو، نحاول نبارطاجي معكم القضيه كيفاش كيف نديرو كيف نديرو مينيموم انا نجيبو دي زونتروتيان، لان لي زونتروتيان منهم كتجيب 16 دونك هذا ما كان. المهم دابا في اول في هذا الفيديو اول حاجه غنحاول انني نبارطاجي معكم نبارطاجي معكم اول موقع اللي نقدر اللي كيعتمدوا الطلبه كاملين، وهو الموقع ديال لينديد. الموقع ديال لينديد اون جينيرال هو موقع مزيان ما نكذبوش الله، هو واحد الموقع اللي مزيان كيعطيك امل صراحه. كتقلب كتكتب مثلا فيزيك ولا ايكونومي وكتلقى بزاف بزاف. انا راه كنعتذر على حيت مرايا ما ديتش البال قبلات اللغه صوت الموقع ما درتوش البال. دونك كتكتب هنا غير السميه ديال شي كتقلب وكيخرج لك عرار مرار، ولكن راه غير كيديكم في الغر. هذا الموقع كنعتبره هو الموقع المغر كيغر كيغر كيديك في شي حوايج لي انت كتقلب عليهم في نفس الحجم وفي نفس الوقيته راه ما نافعينكش. نصيحه اعتمد عليه قلب عليه، قلب على لي تيتر ديال لي ستاج واش كومباتيبل مع داكشي اللي ما كتقلب، فهمتي واش تيتناسب مع داكشي اللي كتقلب ولا لا. دونك الا كيتناسب سير هز داك التيتر ديالو سير جوجل كسب قلب عليه. هذه هي الطريقه المزيانه اللي ندير هكا نقدر نستافد منه. مي الطريقه اللي افيكاس انا صراحه كنت نعتمد على مواقع واحد جوج مواقع اللي صراحه مزيانين والله الا مزيانين، كان مينيموم كنجيبو دي زونتروتيان او ما بريم لي كادوز دي زونتروتيان كدوز واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه لي زونتروتيان راه مينيموم راك غتلقى اونتروتيان فهمتي، مينيموم اوتوماتيكمون راك تلقى لي زونتروتيان راه تيجيبو من الله صراحه كيجيب الله يهزك واحد ولا جوج ناس راه يهزك. الثاني موقع هو لينكدين صراحه، لينكدين هو احسن واحد ننصحك به، ولكن دير كونت بروفيسيونيل فهمتي، ما ديرش شي كونت اللي غير ديرو من اجلك ديرو، حاول عمرو بلي زانفورماسيون ديالك، حاول زيد شويه الدقيق والسكر فهمتي، زيد السكر داكشي شويه وعطي ما تملحوش بزاف، مي دير له شويه د شويه الريتوشات اللي يكونوا منغوزين شويه فهمتي، واخا ما تلقاكش دير شي حوايج زيد شي حوايج. علاش انت راه ماشي مبيد دير هكاك، وانما الا ما درتيش هكاك راه كيكون مع تبارك الله ليكسبيريونس اللي راه جايين بها من المغرب ومع ستارات بزاف اللي مدوزين في المغرب راه تيكون عندك السي في هنا عامه. دونك هنا الكورس يكونوا دوزين لنا ملي كيطلع لا فاك كي تنقولوا حنا، ملي كيطلع لونيفرسيتي هو كيدوز كل فلافان ديال الشهر ديال السيمستر كيخرج يدوز ستاج داك الدومين. المهم كتكتب شنو كتدخل هنا، كتكتب بلاصه ريشيرش كتكتب ستاج راه كيطلعوا لك تبارك الله بزاف لي زومبلوا باغ اكزومبل كتقلب على امبلوا كتقلب هنا بقا تمشي لي بوست فهمتي راه تيكون الناس حاطين السي في ديالهم باغ اكزومبل حتى السي في ديالها كتقلب حتى هي على ستاج. كاين الناس كيبارطاجيو عباد الله وكيبارطاجيو معاها فين غيبوستيليو هادي من جهه، وكتلقى حتى شي وحدين هنا دونك راه جبوس راه كيطلع لي سيكونوا لي بوست كيكون لافيش ديال الستاج كتكون حتى هي محطوطه. هي لو ماج بونس ملي كيلقاو كيتعمل ملي كيلقى داك لي مبوستلي مثلا واحد لو سيد مبوستلي ستاج راه كيلقى شي كيلقى داك اللي غيناسبو كيلقى داك الطالب اللي غيناسبو راه كيحيد بوبليكاسيون. دونك هذا باش غنصحكم لينكدين راه مزيان، ديرو كونت مزيان، بقا تدخلوا لي زوفر راه غتلقاو فهمتي، دخل قلبوا مزيان مزيان راكم كتلقاو راه الناس كيحطوا السي في ديالهم راه الا كان السي في ديالك مزيان راه كيتهز، وميم طون راه كيحطوا حتى الاساتذه اللي تيكون عندهم دي زوفر راه كيحطوا لي زوفر. حاولوا انكم مثلا دير فيزيك حاول انك تقلب على لي على لي بروف لي دايرين فيزيك راه كيحطوا الا كان شي حاجه ولا شي حاجه جديده راه كيحطوا، وميم طون حتى انت حط واحد لي بوستيلاسيون انك كتقلب على ستاج معاك مع الله معاك مع عباد الله يقدر يسهل الله في شي واحد ماشي بعيد. ثالث حاجه وصلت موقع اللي حتى هو كنعتمد عليه وكنعتمد عليه انا شخصيا هو ابي جي. الابي جي صراحه ما عرفتش واش كلشي كيعرفو ولا لا ما عرفش بالضبط، مي صراحة موقع زوين هذا والله، كدير فيه كونت تيكون بالسميه ديالك
باغ اكزومبل انا راه درت ديك قبيله ريشيرش مثلا كدير هنا راه كاين لي تيب ديال لي زوفر بي سون بلوا بي سوجي دي تيز بيت مثلا بيت انا ستاج بالفيزيك راه غاتسول هنا باغ اكزومبل هانت راه كاين التخصصات كتدخل التخصص ديالك مثلا هنا كاين زعما اللي عندهم علاقه اللي تلقى لي موكلي ديالهم فهمتي كون على علاقه بالفيزيك راه كتلقى مثلا انت ايكونومي راه كتكتب هنا ايكونومي شيمي كتكتب شيمي راه كيطلعوا لك مينيموم دوك الناس اللي راهم حاطين اللي حاطين اللي حاطين لي بوست اللي حاطين دي بوست ديال ستاجات راه تلقاهم دونك كي راه كنديروه باغ اكزومبل ناخذ هذا كتدخل كتقدر تدخل الموقع ديالو مباشرة كاع وكتلقى لوفر واجدة كتلقى لافيش ديال لوفر راه كتلقاها في سميتو كتلقاها في الموقع ديالهم ولا كتبوستي له مباشرة لأن كيكون هذا كتبوستي له مباشرة هذا مثلا راه كاتب كاتب سميتو السي في ديالك وكتكون واحد لاتخ وكدير هنا لا ليتر باركوري جو بونس لا ليتر دو موتيفاسيون هادو ما كيطلبوا اغلبيه ستاج كيطلبوا هكا وكتلقى هنا خلاص لا دو غير راه فيها 18 شهر مثلا حنا كنقلبوا حنا على 6 شهور ولا شرا تيكونوا كيكون حتى سميه اللابو ها مثلا السميه ديال اللابو هي هادي هنا الموقع ديالو هنا راه كيكون هنا لو بري ديال الستاج و كلش كتحاول انك تقطع السيت راه كتمشي غير السيت كتلقى المهم داكشي تلقى تلقى داكشي عم كتقلب نعطيكم واحد المثال باغ اكزومبل لي غندخل السيت ماشي ديما كتدخل السيت وكتلقى ديك القضيه ديال وكتلقى لافيش ديال السطاج ماشي ديما المهم انت المهم الطريقه هي هادي كتحاول ما تبوستي لهم عن طريق الموقع ديال لابي جي ولا كتاخذ هاد السميه ديال الانستيتو مثلا كتمشي تضربها في طابيها في جوجل كتير كوبي كولي كطابيها في جوجل او كتقلب وكتقلب وكتقلب على راسك كتدخل كتلقى الجيميل ديال البروف كتلقى ها هو داك مثلا راه كتلقى الجيميل ديال البروف كتلقى الديسكريبسيون حتى هنا راه كتلقى الديسكريبسيون كتلقى كلشي غير انا كنفضل انني ناخذ الفيشي ولا فيش ديال ستار باغ اكزومبل هذا الموقع ديال الفيزيك راه معروف ديال ديال لوميير ماتيير المهم باغ اكزومبل هذا راه معروف ديال صحاب الفيزيك المهم الفيزيك اون جينيرال راه كتدخل مثلا هنا للموقع كتدخل لك لافيش هي هادي كتخرج لك هنا السميه ديال السوجي واش تلقى الديسكريبسيون كتقرا الديسكريبسيون ديالو واش كومباتيبل مع داكشي اللي كطلب واش راه ماشي كتقلب عليهم وكتلقى هنا لي كونتاكت ديالهم راك تحاول تكونتاكتي البروف او كون متاكد راه غيجاوبك ونصيحه كتقلب على ستاج هادي مني باش ما تبقاش انك تدفع وترصا ما تدفعش وترصا ملي كتدفع وترصا راه كترصا راك كيرصاو عليك مي حاول تدفع وتكاردي دوك الميساج اللي صيفطتي حاول علمهم بشي حاجه ولاش باش انا هادو ما كنش نديرهم صراحه كاين شي مرات باش ندفع ستاج جوج مرات ولا ثلاثه وهذا خطا فهمتي علاش بحيث انني كنحاول ندفع زعما ماكسيموم باش انني كن طوندي لا شونس ديالي بانني زعما انني نتهرب كنلقى شي مرات دافع ستاج جوج مرات و هذا مشكل ديالي هذا مشكل خاص بي انا ما كنقول هذا ما هذاك شي مرات كتوقع لي انا شخصيا ما كنفيقش شي مرات ولا كنلقى مثلا السوجي وكتلقى فيه دو بروف وتلقى بروف السوجي الاول وبروف السوجي الثاني مهم حاول انك تكونسونطرا على سوجي واحد وحاول انك تركز على الجيميل باش ما تصيبش جوج مرات اون بليس دو سا وجد السي في ديالك خلاص يكون واجد هادشي من الاول ولا تخدم موتيفاسيون ديالك خلاص راه كاين الحمد لله اللي راه كاين الانترنت راه فيه كلشي بالنسبه للسي في ولا لي تخدم موتيفاسيون راه موجودين بزاف ديرهم على الطريقه ديالك هذا ما كان جو بونس في هذا الفيديو بارطاجيت معكم الميثود اللي كنت نعتمد انا عندك دي ميثود اخرى عندك شي فكره اخرى شي مواقع اخرى حاول بارطاجيهم معنا لتحت ونتمنوا ان هذه الفكره تنال الاعجاب ديالكم بغيت دي فيديوهات بحال هكا ما عليك الا انك في لي كومونتير انك تكتبها وما علينا حنا اننا نحاولوا نقلبوا على الجديد نقدر نقول لكم شكرا بزاف نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و
وليلتكم سعيدة، تهلاو في راسكم.